لا هو انا بالنسبه لي اقوى مباراه في البطوله كده هي مباراه المانيا النهائي. منتخب اتفرجنا عليه ما لحقناش نشوفه على مدار البطوله، شفناه ليله النهائي بس هو كان عنده عناصر قويه كتيره جدا. يعني انا بالنسبه لي ردا على سؤال حضرتك، هو في لعيب بيلعب بيده الشمال في المانيا، يعني هو ده اللي كنت مركز معاه قوي، بس هو جاب فيها جوان كتير للاسف برضه. بس يعتبر بالنسبه لي ماتش المانيا عشان الضغط النفسي اكبر حاجه، وان هي احسن فرقه لعبناها كمان. شعورك يا كابتن عبد الرحمن لما فزت بجائزة احسن حارس في العالم في المرحله العمريه دي؟ لا هو اكيد شعور عظيم، يعني حلم لاي واحد، ف وده اكيد كان حلمي برضو من وانا صغير، بس ف احساس اكيد ما يتوصفش يعني.